لطس بلايت وزنفرون. طيب الدم اللي يكون جاي للنفرون، النفرون لما يقول هي البيزك يونت بتاعت الكلى، الوحدة الأساسية للكلى اسمها نفرون. النفرون كل واحدة بكون داخلها افرنت ارتريول، افرنت ارتريول خارج واحد داخل، وجلوميرولاس بريتيوبولار كابيلاريز أوعية دموية مجاورة للأنابيب، وفازا ريكتا عبارة عن أوعية دموية مستقيمة. آرتريس، طيب آرتري يعني شريان. طبعا الآرتريز اللي موجودة عند علاقة بالكلى اللي هي آرتريز اللي معمولة بالأحمر، أبدومين الأورطة، أورطة الرينال آرتري، سيجمنتال آرتريز واللوبر آرتريز وإنترلوبر آرتريز وأفرنت أرتيريول سكلوميريولاس، والفينس فين الكافا في النكافا الأجوف، ورين الفين والإنترلوبيول الفين والإفرنت أرتيريول والكلوميريولاس. طيب نفس الشيء دي قلنا البلد فلو تو ذا كيدني. طبعا هنا عندي الرينال كبسول، كبسول من برا وقشرة الكلى رينال كورتكس، والرينال بيراميد دي هرامات الكلى، والرينال ساينوسيس اللي هي دي الوحدات الكلوية، وهنا بجي بلقى الانترلوبيولر ارتريز، الارتريز الموجودة بين اللوبيولز واركيوليت ارتري وانترلوبر ارتري سيجمنتال ارتري ورينال ارتري. من هنا دي الرئيسيات هم داخلين دي الرينال ارتري، وهنا عندي الرينال بين دي الكبيرين. طيب الرينال ارتري ورينال بين النفرون هو ده الوحدة الاساسية للكلى، يعني شوف دي الكلى كده مجهر اخذ لك حتة صغيرة منها النفرون. هيستولوجي اوف ذا رينال سيستم، اوكي الكدني بارت اوف ذا نفرون ان ستراكشر جيكستا جلوميرولار اباريتس فانكشنال اسبيكت ان بلاد سيركيوليشن، الحاجات اللي حنتكلم عنها نتكلم بقى وملحقات الكبد عموما. الكلى اللي هي الكدني المين اورجان اوف سيكريت سيستم، الجهاز الافرازي الرئيسي، يعني الجسم ده لو عايز يفرز عنده غدد عرقيه وعنده غيره، بس اهم افراز عنده عن طريق الكلى. is built of billion، فيها بلايين of little tubules called the nephron، عندها بليونات الانابيب اللي اسمها النفرون. في بداية كل نفرون the beginning of each nephron a web of capillaries، مجموعة بتاعت حزمة بتاعت اوعية دموية release much water and other molecules into the nephron، بتجيب الموية تصفيها في النفرون. the urine is collected in the urinary bladder، يقوم البول من الكلى يمشي وين؟ يمشي اليورينري بلادر المثانة. when it filled up، لما خلاص تتملي المثانة it is excreted via urethra، تطلع بعد كده تطلع عن طريق الحالب سوري اليورينري بلادر، هي من الكلى تجي عن طريق اليوريتر تمشي عن اليورينري بلادر، بعدك عن طريق اليوريسترا تمشي اوتسايد. طيب فزي ما قلنا هنا عندنا من الكيدني يوريتر كل اليورين برادر بعدين اليوريترا. طيب الأجزاء الكيدني زي ما قلناها أول الطبقة الخارجية الكورتكس قشرة، واللي هي الأوتر بارت قشرة خارجية مظلة، الجزء الداخلي البيراميدز الإهرامات شكل الإهرام تراينجولر شكلها شكل مثلث، بابيلا حويلات دي بتكون نيرو ضعيفة، inner most tip of the pyramid في inner الجزء الأخير كده من البيراميدز بتلقى فيه البابيلا. البلفيس حوض الكلى اللي هو the kidney or renal pelvis is an extension of the upper end of the urethral، الحالب بيتمدد ويكون واسع في نهاية الكلى عشان نعمل حوض الكلى. The tube that drain urine into the bladder دي اليوريتر. الكليكس الكؤوس، each calyx is a division of the renal pelvis، هي قسمة كده من الرينال بلفس حوض الكلى،
opening into each calyx is the babella of the pyramids. البابلة بتاعت البيراميدز بتفتح في الكويسات الصغيرة دي على سينها تفرز البول توديه ليه اليوريتر. اوكي فدي اجزاء الكلى زي ما تكلمنا عنها. نفرون هو الوحدة الأساسية البيزك ستراكشر، الوحدة الأساسية والفانكشنال يونت، الوحدة الوظيفية هي النفرون في الكيدني. مهمته الرئيسية ايش هي؟ نفرون لما اقول نفرون مهمته الأساسية هي ينظم لنا الووتر والسوليبل سبستانس زي الأملاح زي الصوديوم سولت، ملح الصوديوم ينظمه لي، يعني الجسم محتاج ما يخليه يطلع، الجسم مش محتاج يطلع برا الجسم. يجيب البلد يجي عنده يعمل له فلتر للبلد، فلترينج ذا بلد، ويحصل له ري ابزوربشن يعيد امتصاصه الحاجة المحتاجينها، واكسكريتنج الريست الحاجة ما محتاجينها يعمل لها اكسكريشن في افريزها يخرجها في اليورين في البول. النفرون إليمينيت، إليمينيت يعني يخلص الجسم، إليمينيت الويست فروم ذا بودي البقايا في الجسم. ريجوليت البلد فوليوم، ينظم حجم الدم والبلد بريشر، وطبعا وبالتالي حينظم الضغط في الجسم، ينظم البلد فوليوم والبلد بريشر. البلد بريشر يعني ضغط الدم، فدي من وظائفه. يبقى أول واحدة خلانا نظم لنا البلد بريشر والبلد فوليوم، وتخلص لنا من الويست، اوكي، وفلتر للبلد، وحافظ لنا على الالكترولايت، كنترول الليفل اوف الكترولايتس والميتابولايتس، حافظ على مستوى الالكترولايت. وتاني من الاشياء المهمه له ريجوليت البلد بي اتش، درجه الحموضه بتاعت الدم، يعني درجه الحموضه بناء عليها بتشتغل الانزيمات. Regulate the blood pH. Its function are regulated by the endocrine system by hormones such as. هو ما يشتغل كده براهو الجهاز النفرون ضيع والكلى ما يشتغل براه، لا في أشياء بتنظمها. مين اللي بنظمها؟ هرمون الأنتيديوريتيك هرمون ده عارفينه، نحن المضاد لأدرار البول هل ADH بتفرزه الهايبوثالاموس ويخزن في البوستيرير بيتيوتري، صح؟ وتاني من اللي بيتحكم فيها في الفانكشن بتاعته وظيفته الالدستيرون. ليه الالدستيرون ده؟ لانه هو بيتحكم الالدستيرون في الصوديوم، وفي لو الصوديوم لو انا كان الالدستيرون بتاعي لو لقيت مثلا الضغط منخفض الالدستيرون بيطلعوا بكمية كثيرة يقوم عشان ايش يخلي الصوديوم يرجع للجسم عشان يرفع لي الضغط. واحد تاني هرمون الالدستيرون، وتاني الباراثايرويد هرمون عشان الكالسيوم ما يطلع لنا كالسيوم كده بكميات كثيرة، يتحكم فيه حسب حاجة الجسم. فالهرمونات اللي بتتحكم في وظيفته هي الالدستيرون، انتي دايوريتك هرمون، والباراثايرويد هرمون، ثلاثة هرمونات تتحكم في الوظيفة بتاعت الكلى. النفرون هو مايكروسكوبيك يونيت اوف ذا كيدني، هو جزء وحدة مجهرية has two main parts، فيها جزئين، رينال كوربكسل اللي هي دي البومان كبسول مع الكلوموريولاس، ورينال تيبيولس محفظة بومان وأنابيب بتاعت الكلى. النفرون كومبرمايز رينال كبسول بروكسيمال كونفليكت تيبيول، يعني بتتكون من كبسول كوربكسل بروكسيمال كونفليكت تيبيولس لوب اوف هينلي ديستال كونفليكت تيبيولس وكولكت انتاكت، فيها أنابيب صاعدة وأنابيب نازلة، واحدة غريبة واحدة دي لوبوفينلي. أما عامة فيها بروكسيمال كونفليكت تيبيولز أنابيب الملتوية القريبة والأنابيب الملتوية البعيدة، عندي اللوب بتاع هينلي وعندي الأنابيب المجمعة خلاص النهائية تجمع البول اللي هي هنا لو شفت كده برسمة، دي البروكسيمال تيبيولز القريبة، أول شيء دي محفظة بومان، بعدين بيجي هنا بروكسيمال كونفليكت تيبيولز، بعدين تجيني اللوب اوف هينلي اول، اللوب اوف هينلي دي عندها جزء صاعد جزء نازل ديستل واحد تاني صاعد اسندنج ديسندنج لوب اوف هينلي واسندنج لوب اوف هينلي، بعدين يجيني تجيني ديستل كونفليكت تيبيولز حتى اخر واحده تجيني من هنا الكولكتنج دكت، تجي اخر واحده هي الكولكتنج دكت. طيب فدي محفظه بومان زي ما قلنا. الرينال كوربكسل دي surrounded by بومان كبسول، بتكون محاطة بمحفظة بومان. محفظة بومان دي هي عبارة عن ايش؟ هي زي كوباية كده cup shaped top of nephron، نهاية
النفرونات بيكون في شكل كوب كوب كذا. It is the sac-like bomas capsule that surrounds the glomerulus. تحيط بالجلوموريولس. إيش هو الجلوموريولس ده؟ حزمة بتاعت أوعية دموية. تقط into the bomb capsule. هي دي وحدة النفرون ده عاملة شكل كوباية كده وكيس على حوالين الأوعية الدموية. ليش؟ عشان هي جاية تشتغل في التصفية. البومان كبسول دي عندها طبقة برايتل، طبقة جدارية من خارج، وفيزيرال طبقة داخلية. الطبقة الجدارية البرايتل بلايتر لاير دي عبارة عن سكويموس إبيسيليوم، والفيزيرال لاير دي فيا بودوسايتس اللي هي دي بتغطي الكابيلاريس. اوكي، ايش هو الجلوميرولس؟ نتكلم عن الجلوميرولس. نوت اوف كابيلاريز زي عقدة كده بتاعت اوعية دموية كثيرة متجمعة مع بعض. بتفيد باي ان افرنت ارتيريوس، في شرايين دي بتجي داخلة تعطيها الدم، ودريند يعني تطلع الدم منها. افرنت ارتيريوس هي اللي تشيل الدم من عندها. The interstitial tissue surrounds the glomerulus capillaries contains cells. These cells called intraglomerular mesangial cells. الأنسية أو النسيج المحيط بالglomerular capillaries بالأوعية الدموية فيه خلايا اسمها intraglomerular mesangial cells. وظيفتها structural support، بس الدعم، دعم الشكل كده. structural support mesangial cells ايش وظيفتها؟ structural support دي واحدة. الثاني vagocities of the breast large molecules، لو جات اي جسيمات كده غريبة مش حابينها تبلعها. phagocytosis زي by preventing material from accumulating on the filtration barrier. يعني ايش؟ كأنها هي طبعا هنا المواد جاية على مصفى، فهي اي شيء كده ما بيتصفى وحجمه كبير تقوم تبلعه تخلص الجسم منه. ثاني ايش الوظيفة بتاعتها؟ contractile capability، هي تقدر تنقبض. والوظيفة دي مهمة في انها تقدر تتحكم في الجلوميرولر بلاد فلو في سريان الدم. اوكي طيب، نجيب حد هنا وبعدها نعمل حلقة ثانية في الهيستولوجي بتاعت البومان كبسول.